يقول في بلدنا لا يوجد دروس ولا محاضرات علمية، فبماذا توصينا؟ اتقوا الله ما استطعتم، مثل ما مر في السؤال الذي مر قبل هذا، إذا لم تستطع اللقاء بالعلماء والتعلم على الأقل تستمع للأشرطة والكتب المفيدة تستفيد منها، وما لا يدرك كله لا يترك كله. نعم. أعمل في المملكة ومع ابنتي الصغيرة وزوجتي. كذلك تستمع للبرامج في الإذاعة، برامج إذاعات القرآن الكريم وما يلقى في الإذاعات الإسلامية من المواعظ والخطب والمحاضرات، تستفيد من هذا. نعم. يقول أعمل في المملكة ومع ابنتي الصغيرة وزوجتي، وأريد التفرغ لطلب العلم وزوجتي راضية بذلك، لكني أخاف من اعتراض أبي وأمي على ذلك، لأن الذي يهمهم تحسين أحوالي المادية وهم ليسوا في حاجة لي من الناحية المادية، ما حكم تفرغي لطلب العلم؟ التفرغ الكامل ما يمكن لك، لأنك تنفق على عائلة وعلى والديك، التفرغ الكامل ما يتأتى، لكن نجمع بين الأمرين، اعمل في وقت العمل واطلب العلم في وقت الفراغ في المساء ولا في الليل، اجمع بين الأمرين والله يعينك.